فيما يتعلق بالنادي الاهلي، العد التنازلي بدأ لمباراة الأهلي، مباراة الذهاب مع فريق كانو سبورت، ذهاب دور 32 الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا. فريق كانو سبورت طبعا بطل غينيا الاستوائية، الاستعدادات ماشية بشكل مميز جدا على مدار الفترة اللي فاتت وعلى مدار اليوم كمان. النهاردة في مران للنادي الأهلي في تمام الساعة 5 مساء. التدريبات طبعا زي ما حضراتكم عارفين من امبارح هي مغلقة تماما أمام كل الإعلاميين، فبالتالي بنحاول بقدر المستطاع نقول لكم كل ما هو جديد متعلق بفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، لكن الامور جيده، الامور مطمئنه بشكل كبير جدا، الاستعدادات بشكل قوي، الفريق جاهز جاهزيه تامه لانطلاق جديده مميزه تحت قياده مستر رينيه فايلر، اللي عندنا امال كبيره جدا جدا في نجاح هذا المدير الفني مع النادي الاهلي. في معطيات اوليه كده للمدير الفني بدون مبالغة بدون مبالغة، الراجل فعلا عنده شخصية محترمة قوية جدا جدا، الشخصية دي هتفرق مع اللعيبة بإذن الله. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، مش شرط دايما ان تكون الفنيات عالية، بالمناسبة الراجل الفنيات عنده عالية وجيدة، الا اذا ما كانش النادي الاهلي يعني تعاقد معاه يعني، لكن هو الراجل فنياته عالية، شخصيته وده الاهم، ده الاهم فعلا، الشخصية قوية ومناسبة جدا لقيادة فريق بحجم وعراقة النادي الاهلي. اللاعبين كلهم في الحقيقة عندهم اصرار كبير ان هم يقدروا يبتدوا بدايه قويه جديده في بطوله دوري ابطال افريقيا. احنا عارفين ان كان في بدايه من خلال المباراتين يطلع بره وكسبنا 13-0 في مجموع الماتشين، الماتشين كانوا في مصر يعني، لكن المرحله الجايه هي الاهم، البدايه الجديده في بطوله دوري ابطال افريقيا هي اللي هتكون اصعب نسبيا بالنسبه للنادي الاهلي، لان انت كل ما بتروح لدور ابعد في البطوله كل ما الامور بتزداد صعوبه، لكن في كل الاحوال الامور ماشيه بشكل كويس والنادي الاهلي بيستعد بشكل مناسب جدا. ده من خلال ايه؟ من خلال لقطات فيديو كتيره جدا اتفرج عليها الجهاز الفني بالتحديد، وتم عرضها كمان على اللاعبين في قاعه المحاضرات الخاصه بالفريق هناك بمقر الفريق في التتش، والامور كلها على ما يرام. بعض الاصابات الخفيفه جدا كده سواء فيما يتعلق بالشناوي اصابه خفيفه في كتفه ان شاء الله يلحق المباراه، لو ما لحقش موجود شريف اكرامي، موجود علي لطفي، حراس كبار جدا وكلهم مميزين بشكل كبير ومعروف. في نفس الوقت فيما يتعلق بحسين السيد، حسين السيد عنده زي شد او اجهاد خفيف في العضله الضمه، هو كده كده مش مقيد افريقيا لكن برضه لاعب لازم نطمن عليه وان شاء الله يعود قريبا. رامي ربيعه الامور بالنسبه له في تحسن مستمر، الفتره الجايه باذن الله بالتحديد بعد عوده الفريق من غينيا هيبتدي يشارك في التدريبات تدريجيا، والاصابه مش كبيره، شد في العضله الخلفيه وموضوع باذن الله بسيط بالنسبه لرامي ربيعه. اذا النادي الاهلي شبه مكتمل في المباراه القادمه، حتى لو العناصر القليله دي هتغيب لكن انت بتمتلك 26 لاعب كلهم احسن من بعض في الحقيقه، فالكل باذن الله ان شاء الله يكون موفق ويقدر ان هو يساعد الفريق في المباراة المقبلة وتبقى بداية وأيضا نتيجة مهمة في مباراة الذهاب عشان تريح شوية في مباراة الإياب، بيبقى الدنيا مطمئنة بنسبة كبيرة بإذن الله إن شاء الله.